تصوير الطعام ونشره على مواقع التواصل قد يضرك. دول تتسلح بعبد الله لمحاربة كورونا. عقار جديد قد يحدث ثورة في علاج مرض الزهايمر. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. دخلت لقاحات كوفيد-19 غير المعروفة إلى دائرة الضوء وسط قيود الإمدادات العالمية، في وقت تسعى الدول الغنية إلى حجز وتخزين إمدادات من لقاحات كورونا المعروفة لجرعات معززة. وافقت فيتنام التي قامت بتلقيح أقل من 10% من سكانها على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح العبد الله، وهو واحد من 5 لقاحات محلية قيد الاستخدام أو قيد التطوير في الدولة الأمريكية اللاتينية، وجميعها لم تحصل بعد على موافقة منظمة الصحة العالمية. توصل بحث أجرته شبكة العمل في بريطانيا بخصوص المبيدات الحشرية إلى أن جميع أنواع العنب والبرتقال الموجودة في الأسواق تقريباً تحتوي على مزيج من المبيدات الحشرية. البحث الذي تجريه بريطانيا سنوياً كشف عن وجود 122 نوعاً مختلفاً من المبيدات الحشرية في منتجات مختلفة، وينتمي 61% منها إلى فئة المبيدات الحشرية بالغة الخطورة. وخلصت الدراسة كذلك إلى أن كل ثمرة فاكهة أو خضروات في القائمة تحتوي نوعين أو أكثر من المبيدات الحشرية. أصبح من الطبيعي أن تذهب لمطعم ما لتناول الطعام، وما أن يتم تقديم طبقك الشهي، وقبل أن تمد يدك لتناول الطعام تبدأ بالتقاط الصور من الطبق ونشرها على مواقع التواصل. إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن تلك العادة مضرة لصحتك، والمفاجأة أنها تكسبك كيلوغرامات زائدة. فقد كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ساوث جورجيا الأمريكية أن الأشخاص الذين يصورون وجباتهم يستغرقون وقتا أطول ليشعروا بالشبع، بل ويشعرون برغبة أكبر في تناول وجبة ثانية. يعتقد العلماء أن عقاراً جديداً ثورياً يسمح للخلايا العصبية بإصلاح نفسها يمكن أن يحدث ثورة في علاج مرض الزهايمر. يعمل الدواء الذي يحمل الاسم الرمزي NVJ-291 عن طريق إزالة حاجز طبيعي في الجسم يمنع الخلايا العصبية من الإصلاح. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيرفجن الكندية للتكنولوجيا الحيوية أن العقار الذي يعمل احتمالية عكس الضرر الناجم عن مرض الزهايمر يمكن أن يكون متاحاً في غضون 5 سنوات.